السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. حل مشكلة اختفاء المهمات من لعبة جراند أو جاتا 5 بخطوات بسيطة. الحل إلى كيد يا أصدقائي، في خطوة واحدة بتاخد أي سيارة، أي سيارة ليها 4 أبواب مش بابين، تاخد أي سيارة ليها 4 أبواب، سيارة كبيرة تمام، وبعدين بتروح على أي جراج مفتوح سواء موقف سيارات، تقف هناك وبتتصل عيام على ليستر او على مايكل. في شخص لما تتصل على مايكل المهمات بتعود، وفي ناس لما تتصل على ليستر. المهم انت بتحاول مع الشخصيات، كل الشخصيات اللي عندك في يعني موقف سيارات او جراج مفتوح، ولو منفعتش الطريقة بتروح لجراج مغلق، تاخد السيارة ال4 ابواب وتروح جراج مغلق وبتتصل باي شخصية من دول. لازم تحاول مع كل الشخصيات علشان المشكلة بتتحل، لأنها مشكلة بسيطة وبإذن الله المشكلة بتتحل. يا رب يكون الشرح أفدكم.